FM. الكلمة ليك. شنو معناها ربح معركة الحرب ضد الإرهاب؟ احنا مش قاعدين نربحوا فيها الحرب ضد الإرهاب، أنا قاعدين نربحوا فيها. لكن متواصلة. هل أنه قاعدين نربحوا في الحرب ضد الإرهاب كفكر وكامتداد اجتماعي وإلا نحاربوا في الجماعات الإرهابية وفي الخلايا الإرهابية الموجودة؟ صحيح قاعدين نقدموا بشكل كبير في محاربة الخلايا الإرهابية على المستوى الأمني، أما نقضيه على خلية عنا 10 يوميا، لأنه ظروف تفخيخ وتفريخ الإرهاب ما زالت متوفرة، لأنه هذه هذا يتطلب استراتيجية تعليمية وثقافية واجتماعية وتشغيلية واقتصادية، هذا مش موجود مش متوفر. وبالتالي الأمن والجيش التونسي يقوموا بجهد كبير من أجل القضاء على إرهابي، والمجتمع يفرخ 10 في نفس الوقت. يعني هذا مش يولينا استنزاف، ما عادش حرب على الإرهاب، هو استنزاف ضد الإرهاب، نقضيه عليه أمنيا ونحاربه أمنيا ونتغلبوا عليه أمنيا، ولكن يبقى يستنزف فينا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. الكلمة ليك.